راوية أو فاطمة هراندي، الرجل الإبداعي الأكثر قوة وشعبية في ساحة الفن المغربية، من مواليد 1951 بأزمور. بحضورها الطاغي خلال أسلوبها المتفرد في الأداء مسارها سواء في التلفزيون أو السينما، غني بالإنجازات والعطاءات، عشرات الأدوار التي لا تتشابه إلا من حيث الإتقان والوفاء، فعل التشخيص الجاد المؤسس على الوفاء للجمهور والمساهمة في تجدير وعي ثقافي. إذا كان أول عمل سينمائي قامت ببطولته راوية وفيلم كنوز الأطلس المخرج محمد مولود العباسي، فإن تحديد أهم أدوارها يظل مستعصيا على التحديد بكثرتها وتنوعها. أعلى من بين أدوارها في أفلام العيون الجافة نرجس النجار وكازا نيجرا لنور الدين الخماري، ومسافة ميل بحدائي لسعيد خلاف، وكيليكيز دوال البوم لعزيز العرب العلوي. هاد العجينة راه مدقسة، زيديها رشة ولا جوج وعطيها الكف. بديت المسرح في ليسا شوقي مع المرحوم مصطفى التومي الله يرحمه، كان أستاذنا في الليسي، وبقيت كنمرن معاه مرة كل أسبوع في نهار الخميس، وكان آخر عام قريت في ليسا شوقي هو هذاك العام. دخلت في حالي للرباط لتحت قسم موالين دارنا، وما كانش عندي ثقافة فنية، كنت يحسب لي المسرح كيدار غير في ليسي شوقي. تتصلوا بيا فرقة ديال الهواة وعملت معاهم، وأول عرض وأول مرة غادي نواجه الببليك وأنا ما عارفاش باللي راه كاين جمهور كيحسب لي غير تمرين أو تدريب. حرزت على جائزة ديال الدور الأول 1996، كانت أول خطوة في السينما بالنسبة لي مع سي محمد مولود العباسي فيلم كنوز الأطلس. مصاصات الليل راوية أو فاطمة هراندي، الرجل الإبداعي الأكثر قوة وشعبية في ساحة الفن المغربية، من مواليد 1951 بأزمور. بحضورها الطاغي خلال أسلوبها المتفرد في الأداء مسارها سواء في التلفزيون أو السينما، غني بالإنجازات والعطاءات، عشرات الأدوار التي لا تتشابه إلا من حيث الإتقان والوفاء، فعل التشخيص الجاد المؤسس على الوفاء للجمهور والمساهمة في تجدير وعي ثقافي. إذا كان أول عمل سينمائي قامت ببطولته راوية وفيلم كنوز الأطلس المخرج محمد مولود العباسي، فإن تحديد أهم أدوارها يظل مستعصيا على التحديد بكثرتها تنوعها. أعلى من بين أدوارها في أفلام العيون الجافة نرجس النجار وكازا نيجرا لنور الدين الخماري، ومسافة ميل بحدائي لسعيد خلاف، وكيليكيز دوال البوم لعزيز العرب العلوي. هاد العجينة راه مدقسة، زيديها رشة ولا جوج وعطيها الكف. بديت المسرح في ليسا شوقي مع المرحوم مصطفى التومي الله يرحمه، كان أستاذنا في الليسي، وبقيت كنمرن معاه مرة كل أسبوع في نهار الخميس، وكان آخر عام قريت في ليسي شوقي هو هذاك العام.
دخلت فحالي للرباط لتحت تما اللي درنا وما كانش عندي ثقافه فنيه. كان تيحسب لي المسرح كيدير غير في ليسي شوقي. تتصلوا بيا فرقه ديال الهوات وعملت معاهم، واول عرض واول مره غادي نواجه الببليك وانا ما عارفاش باللي راه كاين جمهور كيحسب لي غير تمرين او تدريب. حرزت على جائزه ديال الدور الاول 1996، كانت اول خطوه في السينما بالنسبه ليا مع سي محمد ومولود العباسي فيلم كنوز الاطلس. مسلسلات الليل جمع علينا رجال بحال القمرات، الرئيس ديالهم كان كيامرهم باش يقتلوا الذكوره وخلوا العيالات. الرجال كلهم كلوا الماضي، با امامي. ودرت شي حاجه للتلفزيون التليفيلم، وخدمت في مداوله واحد الدور ديال واحد السيده مريضه شيئا ما في عقلها، وصدقني الجمهور. وهنا فين تعرف عليا الجمهور اكثر. وكثير فيلم كازا نيغرا هذاك خلاص خلق لي واحد الشهره كبيره. شحال هادي تلقيت واحد المراه كانت شتي قبل الرجال وصلوا للكاميرا، كنت كنقول ليها كيفاش غادي يرجع قبل ما يطلع النهار. بالنسبه للادوار اللي ماشي لقيت فيها نفسي اكثر، ولكن اللي ما ماركي اللي بقات عندي العيون الجافة، لأن كانت عندي فيه مساحة كبيرة. ركض كسبة مع ليلى المراكشي، واللائحة طويلة، ولكن هادو على رأس القائمة. جابك الله عفاك بنتي، لا مسير عندها لا مسيرين، يومين هادي ما كتجاوب لا في البورتابل لا في الفيكس. وسولت عليها الخدامه قالوا لي خرجت مع كريم وما رجعتش. ما عمري خطأت في شي دور في الاختيار. اي دور اي دور كيتسن ليا رضت الوالدين وكنمشي نخدم. كنحب هذا الدور كيف ما كان، لان الممثل ماشي يختار، الممثل خصو يأدي خصو يشخص. ما عنديش فرق، كاينين ادوار اللي فيهم مساحه كبيره وكاين ادوار فيهم مساحات صغيره، ولو كتكون صغيره كتخلي بصمه. ما نشوفكش في الفيلا ديال الكناني، ولدك بعتيه وتخلصتي. المقاييس الدور انه يكون يناسب السن ديالي، انا ما يمكنش نلعب لا جون بروميير، يكون مناسب للسن ديالي، تيكون الدور في السن ديالي، ينبيع يعني غريبه، ينبيع يعني الحشيش، ينبيع يعني والواقع هو هذا. يقترحوا عليا نكون رئيسه عصابه، نكون رئيسه عصابه. تقولش انا نهضر على اخوك، انا مرتاحه من جيتك، ومرتك تبارك الله حاذقه، وانت بخدمتك هما وشان. انا كيبقى فيا اخوك الصغير المسكين اللي مضارب مع الوقت. امي راه صغير منا بعام ماشي بعشرين عام، خلي الراجل يعتمد على راسه شويه. هز هاد الكفر وغبر عليا. فوق ما كيتسند لي شي دور كنتخلع، وكنقول انا ما نقدش على